أهلا بكم من جديد. عرضت دار بونهامز للمزاد العلني في لندن أخيرا مجموعة من اللوحات المزيفة، وهي لوحات طبق الأصل عن لوحات فنية معروفة، وقد وجدت الكثير من الرواج في أسواق لندن والمملكة المتحدة وأوروبا. وللتعليق على هذا الخبر معي الزميلة أسماء هان كرجوسلي من قسم الأخبار الفنية في البرنامج، وهي رسامة محترفة ومرممة للوحات. أسماء هان، أولا في البداية، كيف يستطيع الإنسان العادي أن يميز بين اللوحة المزيفة واللوحة الأصلية، اللوحة الحقيقية؟ الإنسان العادي ما بيقدر يميز ما بين اللوحة المزيفة واللوحة الحقيقية، خاصة إذا كانت اللوحة المزيفة مرسومة بشكل يعني مثل اللوحة الحقيقية. ما ممكن الإنسان العادي إلا إذا كان مختص. حتى أحيانا بنشوف أنه مزيفين التوقيع. طبعا، يعني حتى بيزيفوا التوقيع، هو مو بس على قصة التوقيع، على قصة طريقة الرسم والرسم والألوان المستعملة، مستعملة بنفس الطريقة القديمة يلي كان الفنان القديم يشتغل فيها. مشان هيك بيصير التزييف لدرجة أنك بتفكر حتى أحياناً فنان تشكيلي نفسه ما بيقدر يفرق ما بينه. طيب أسمهان، اللي مش عم بقدر أفهمه أنه لماذا مجموعات كبيرة من الناس تقدم على شراء اللوحات الأصلية وتدفع ملايين من الدولارات أو من الجنيهات لاقتناء هذه اللوحات؟ من هم هؤلاء ولماذا يدفعون هذه المبالغ الطائلة؟ يعني في شغلة نحن من إلا هي هواية، مثل أي هواية، في ناس عندهم هواية تجميع الطوابع، في ناس عندهم هواية تجميع سيارات، في ناس عندهم هوايات مختلفة. من بين هالهوايات هي في هواية تجميع اللوحات الأصلية والقديمة. وبنفس الوقت كمان يلي بيجمع أو يلي عنده هالهواية هو الإنسان المقتدر ماليا، يعني إجمالا تاجر، وما بالضرورة يكون فنان أبدا أبدا، يعني هو تاجر أنتيك بيقولوا له، بيشتري اللوحة القديمة، بالنسبة له هي استثمار، يعني مثل ما بيجمع أي شغلة من ذهب، يعني مثل الذهب بيحطها بيوم بيوم تاني، بعد شهر، بعد سنة، بعد شيء بحطها ببيعها بتصير سعرها أعلى وأعلى. طيب زميلة أسمها، بالنسبة لهؤلاء الأشخاص اللي بيحتفظوا بهذه اللوحات في منازلهم أو في أماكن خاصة، كيف يحافظون عليها من عوامل الزمن؟ أو في حال أصيبت بخدش أو بكسر، كيف تتم عملية الإصلاح أو إعادة الترميم؟ هو الإنسان نفسه، يعني إذا أنا بدي أقول تاجر الأنتيك نفسه، ما بيقدر يحافظ عليها، بيجيب حدا معين يلي بيقدر يحافظ على اللوحة القديمة. فرضنا في نوع من قلنا نحن فيرنش، شغلة منحطها بعد ما منلون اللوحة، هي بتحفظ اللوحة. كل فترة وفترة بيجي واحد مختص بيلمعها، بينظفها، بمسحها، إذا فيها خدش بيحاول يزبط هالخدش هذا، يحطه بقلبه لون مناسب للون الأصلي القديم، بيعبي ما بين الخزق إذا كان بدنا نقول، بيرجع بيحط لها طبقة تانية من الفيرنيش، بينظفها، بيزبطها. يعني التاجر نفسه ما بالضرورة يكون هو الإنسان اللي بيعرف كيف يحافظ، في ناس مختصين. إذا كان هو فنان وهو كمان عنده الاطلاع بيقدر هو، بس عادة لا، ما بيكونوا بهالشكل هذا. أسماء هان، شكرا لهذه المعلومات القيمة عن اللوحات الفنية وطريقة ترميمها، وأشكر لك وقتك مع مساء الخير يا عرب. شكرا. أعزائي المشاهدين، تابعوا البرنامج وهناك المزيد من الفقرات الممتعة. إلى اللقاء.